هنشرح دلوقتي الدرس الخامس من المحور التاني اللي بيتكلم على ازاي ان انا اتأكد ان المعلومات اللي انا بجيبها دي معلومات صادقة، زي ما ادم كده كان بيتكلم من شوية. هو انا ازاي اضمن جوجل اصلا ان هو المعلومات اللي فيه معلومات كويسة؟ فاحنا هنعرف دلوقتي بقى ازاي نعمل كده. زي ما كلنا عارفين ان اكيد جوجل جواه كتير جدا من المعلومات اللي في الواقع ممكن يكون كتير منها غير موثوق، وبالتالي طبعا زي ما انا قلت اصلا ان من سلبيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو ان الناس ممكن تعتمد على جوجل او تعتمد طبعا على الانترنت بشكل عام في الحصول على معلوماتها بدون تأكد، على الرغم من معرفتهم بان المصادر دي مصادر غير موثوق فيها. طيب ايه الحل بقى لحاجة زي كده؟ او اصلا اعرف منين ان المصدر ده غير موثوق فيه؟ في مصادر من قبل ما نفكر هي مصادر غير موثوق فيها، زي مصدر مش موجود مين الكاتب بتاعه، او مصدر جواه رأي شخصي، او مصدر جواه افكار مش صح او كده. فتعالوا بقى نشوف ايه هي المواقع اللي انا عارف من البداية انها مواقع غير موثوق فيها. اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي دي اكيد غير موثوق فيها، يعني لان محدش عموما بياخد معلوماته من فيسبوك او من تويتر او انستجرام او غيرها، صح؟ فبالتالي المواقع دي من قبل ما افكر هي غير موثوق فيها. حد يقول لي مثلا ده انا لقيت بحث منشور على فيسبوك هو غير موثوق فيه. تاني حاجة هي المدونات واي موقع مفتوح المصدر. يعني ايه اصلا موقع مفتوح المصدر؟ موقع مفتوح المصدر معناها ان اي حد ممكن انه يعدل فيه عادي. طب هو في فعلا مواقع مفتوحة المصدر موجودة في العالم؟ يعني أيوة، زي ويكيبيديا اللي هي ويكي. فالمواقع دي مبدئيا غير موثوق فيها. أول ما تلاقي كده بحث المصدر بتاعه مثلا ويكيبيديا، أو المصدر بتاعه حاجة من مواقع التواصل الاجتماعي أو من المدونات، فأكيد المواقع دي بتكون مواقع غير موثوق فيها، مينفعش نعتمد عليها في البحث بتاعي. فأنا يا شباب اتفقنا يا مس. اتفقنا، يلا ندخل على الجزء اللي بعده. لو أنا بقى استخدمت موقع غير موثوق فيه، وأنا طبعا بحسن نية يعني مفكر إني أنا كده بنجز في البحث بتاعي، فده ممكن يسبب إني أكون أنا السبب في نشر معلومات مضللة أو معلومات غير صحيحة. عشان كده لازم إني أنا أتأكد كذا مرة قبل ما أنشر أي حاجة، بكون دايما بحرص على مصداقية المعلومات بتاعتي، لأن ده طبعا بيأثر على سمعة الفرد نفسه في المستقبل. دلوقتي كمان هنتعرف بقى على ازاي اعرف ان الموقع ده موثوق. انا كده عرفت من شوية ازاي بعرف ان الموقع غير موثوق. تعالوا بقى نعرف ان الموقع ده موثوق ازاي. اول حاجه بعملها علشان اراجع المصدر نفسه او عشان اشوف المصدر على شبكه الانترنت هو ان اتاكد من تاريخ النشر. لازم اتاكد كمان ان تاريخ النشر ده حديث، يعني لسه منشور حديثا، عشان يكون من المصادر الموثوق فيها. تاني حاجه هو ان انا اشوف المؤلفين بتوعه، يعني لو المصدر مثلا المؤلفين ناس موثوق فيها ومعروف ان هم خبراء في المجال ده، فأكيد في الغالب المعلومات اللي موجودة جوه المصدر بتكون معلومات صحيحة ودقيقة. ثالث حاجة هو إني أنا بشوف النصوص اللي موجودة فيها مكتوبة بشكل جيد ولا لأ. لو هي فيها أخطاء إملائية أو أخطاء نحوية، فده معناه إن هي نصوص إن قصدي إن المصدر نفسه غير موثوق فيه. دايما المصدر الموثوق فيه بيكون مكتوب بشكل كويس جدا وما بيكونش فيه اي خطأ املائي ولا خطأ نحو. الحاجة اللي بعد كده كمان هي ان التصميم بيكون مهم في التأكد من صحة المصدر، يعني لو التصميم الفني نفسه جيد وبيعكس ان هي حاجة احترافية، فدي بتكون حاجة موثوق فيها وبنقدر بسهولة ان احنا نعتمد عليها. ايه برضو من المواقع اللي في الغالب ممكن نثق فيها من غير ما ندور كتير؟ المواقع اللي آخرها حاجة من الأربعة دول، في تلاتة منهم موثوق فيهم جدا وفي واحد
يعني بيقولوا ان هو تقريبا موثوق فيه. اول واحد هو .org. .org ده عبارة عن كل الصفحات وكل المواقع اللي تابعة لمنظمات غير هادفة للربح، دي بيبقى اخرها .org. عندنا كمان .edu. بس انت قفلت المايك. حبيبتي انا اللي قفلت المايك. يبقى احنا كده عندنا اول موقع عندنا هو .org اللي هو تبع المنظمات الغير هادفة للربح. تاني حاجة هي .edu. .edu معناها ان هي تبع المدرسة او الجامعة او المؤسسة زي المعاهد يعني وكده. عندنا كمان .gov. .gov دي معناها ان هي تابعة للحكومة. واخر حاجة هي .com. .com دي اللي انا قلت لكم عليها ان هي في الغالب بتكون موثوقة، بس ممكن عادي ما تكونش موثوق فيها لان هي ممكن تكون تعمل اعلانات او بتعمل دعاية لشركة معينة. ودول كده الاربع مصادر الموثوق فيهم على المواقع الالكترونية. يعني مثلا واحدة زميلتنا كده بعتت لنا لينك وما طلعش ان هو فيه اي حاجة من الأربعة دول ولا حتى دوت كوم، فهل ده بيكون موقع موثوق فيه؟ أكيد لأ، عشان احنا أصلا قلنا إن أنا أي حد المفروض يبعت لي لينك المفروض إن أنا أتأكد من اللينك ده. بتأكد منه إزاي؟ عن طريق إني أنا بقرأ اللينك نفسه بشوف هل هو فعلا موجود فيه الحاجة اللي هي بتتكلم عنها ولا لأ. يعني مثلا هي بتقولي إن ده لينك فيديو على زوم على سبيل المثال أو فيديو على اليوتيوب، وبعدين انا فتحت اللينك ما لقيتش ان هو فيه كلمة يوتيوب اصلا، فاكيد كده اللينك ده غلط او ان هي بعتالي حاجة مش صحيحة. تمام. تمام، من الحاجات الموثوق فيها زي ما انا قلت لآدم من شوية هي بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة المصري اي معلومة موجودة فيه بتكون متراجعة من غير طبعا ما انت تعمل اي مجهود فيها، هي بتكون جاية لك متراجعة من ناس طبعا خبراء في المجال ومن ناس يعني غير اللي كاتبين الكتب نفسهم، بيكون في مراجعة تانية عشان ننشره في بنك المعرفة المصري. ودي طبعا حاجة بتضمن لكم ان اي معلومة او اي كتاب هتقرأوه في بنك المعرفة المصري بيكون موثوق فيه 100%. وكمان هو في ميزة ان اي حد مع الجنسية المصرية بيقدر انه يدخل عليه بالمجان من غير ما يدفع اي حاجة للموقع. كده انا خلصت الدرس الخامس. ماشي. طب لو كده يا مس، حد أجنبي عربي لو أو حد حتى عربي هيروح داخل وحاطط علم مصر على وكده مصر، هيدخل، لا ما هي مش بصورة عارف العالم يا، هي مش بصورة العالم يا حبيبي. لا هو عارف، هو ايه عاكتب بس اللي هو مصر، هو بس يمسك اكتب اللي هو مصر لا ما هما يا حبيبي، ما هو وخلاص. هو البرامج يا حبيبي، البرامج بيكون عندها ممكن اكسس على اللوكيشن نفسه، يعني الموقع اللي انت موجود فيه هو ايه. اوكي. وتاني حاجة بصراحة انا مفتحتش الموقع نفسه، بس تعالوا نفتحه سوا ونشوف هو بيطلب مني ايه عشان يتأكد من صحة المعلومات بتاعتك. تعالوا سوا نشوف هو بيعرف منين ان انا مصرية ولا لا. طب انا مصري وقلت اللي انا دلوقتي قاعد في الامارات هيعرف ان هو يفتح لي. ما انا بقول لك تعالى سوا نشوف هل هو بيطلب مننا ايه. ماشي، عرفت تفتحي بنك المعرفة المصري؟ ايوه هفتحه، ما هو بيتفتح من جوجل عادي. ماشي. ماشي حلو، لو عايزين تجربوا معايا ممكن نبدأ. يلا طب يلا يا مس. مثلا شغال مع الكمبيوتر صح؟ قولي كده.
بتفتحوه بس دلوقتي مش ولا ايه؟ هينفع يكون على الكمبيوتر ولا اللابتوب. عادي اي حاجة، ممكن فاهمة؟ من الكمبيوتر او من اللابتوب او من تليفون عادي، مفيش مشكلة. بس هو بعد لما افتحه اكتب ايه على جوجل؟ هتكتبي بنك المعرفة المصري. تمام. ماشي يا حبيبتي. شوي أو ماشي، أنا دلوقتي هو فتح معايا. أوكي، فهختار كلمة ريجستر. ريجستر دي معناها إن أنا ما عنديش أكاونت وعايزة إني أنا أعمل أكاونت على الموقع. أهي ريجستر. أوكي، فأنا أضغط عليها ونشوف إيه ريجستر الصورة. معناها ايه؟ ريجستر معناها تسجيل دخول برضه. مش ده مش موقع بنك المعرفة المصري؟ طب هو ليه مش بالانجليزي؟ ما هو علشان هو اصلا المفروض انه مكتبة رقمية عالمية، يعني مش للمصريين فقط. على سبيل المثال انا هختار ريدر، ممكن تختاروا هو اي انا حاجة. اقدر ان انا اغير اللغة؟ تقدر تغير ايه؟ هو انا مش هقدر ان انا اغير لغته من انجليزي العربي؟ اظن عادي اهو. بصي يا شباب، بصي يا ادم، عشان انت سألتني بيعرف منين ان انا مصري، مكتوب لك هنا اصلا ناشونال اي دي. ناشونال اي دي معناها الرقم القومي اللي هو اللي مكتوب عندك في شهادة الميلاد مثلا. اوكي، أو الهوية بتاعتي. لا مش الهوية، يعني هو بيكون موجود في شهادة الميلاد، لان انتوا اكيد دلوقتي اصغر من السن بتاع البطاقة، فاكيد موجود في شهادة الميلاد. فهو الرقم ده بيدل على البلد اللي انت جاي منها. تمام، هنا مش في الإمارات، هنا ايه في الإمارات بيعملوا للعيل الصغير هوية ماشي. بطاقة من صغره كده وهو عنده سنة، حتى من أول ما يتولد كده أمسك عليه الهوية بتاعتك أنت بتقول عنه وبصبرك وكل حاجة. السلام عليكم. خلاص كده فهمنا موضوع بنك المعرفة المصري. أيوة أنا. حد عنده أي مشكلة؟ لا يلا مش نحل صفحة 82. تمام يا مس. تمام، تقريبا كانت محلولة، أهم شحنين كانت طريق بس كلها كانت محلولة تبقى من قبلتي. بس احنا مش عارفين نقدر نسوي فريق ولاد وبنات، احنا مش متساويين. انا ما قلتش اصلا ان احنا هنعمل فريق. ماشي ماشي، يلا يا فاطمة هتبدأ انتي. يس. هو بنك المعرفة المصري مش بيشتغل يس، علشان أنا مش في مصر يعني. ليه مش بيشتغل؟ مش شغال عندك يعني؟ لا ممكن تكون يقول لي مشكلة. لازم أكون جوه مصر. لا مفيش حاجة اسمها كده، هو المفروض يشتغل عادي. لا بس هو شغال عندي، قفل عندي. ممكن بس تكون مشكلة في الكونكشن مش اكتر، او معلق. بس هو في الواقع يعني عادي ان هو يشتغل في اي دولة، لان هو مكتبة عالمية. اوكي، يلا يا فاطمة ابدأي. الواد اللي لا يلا حبيبتي جاوبي اول سؤال. تمام. أول سؤال في صح وغلط. اه يجب استئذان أصدقائك قبل نشر أي معلومات متعلقة بهم، صح؟ صح يا فاطمة، برافو عليكي. فاهم؟ نعم يا ميس. يلا يا هشام جاوبي. يمكن استخدام صور بدلا من الكلمات في عملية البحث، صح؟ صح، برافو عليكي. يلا يا هدى، نعم. يلا يا هدى جاوبي. سؤال كده، أرسل الرسائل المزعجة
المزاجة في الرسائل غير صبم صبم. غير مرغوبة فيها. صح صح برافو عليكي. تمام. نعم يا مس. يلا يا سما. يجب دايما احترام القانون، إن تصفى أنظمة يجب دائما تصفح صحيح. يجب دائما احترام صح القانون عند تصفح الإنترنت. صح تمام. رقم 5. يلا يا آدم. ماشي. يعني تستخدم علامة كويس بس ينفع يستقبلي. اه ينفع عادي. هي حبيبي تستخدم علامية التنصيص تستخدم علامتي التنصيص لحصر نتائج البحث التي ترغب بها. ايه يا ادم؟ بس بشوف ماشي يا حبيبي يلا. يلا يا آدم. ماشي. دلوقتي تستخدم عمليتين التنصيص لحصول نتائج. صح يا مس. صح تمام. يلا رقم 6. يعني لا يمكن تنزيل ملفات من شبكة الإنترنت على جهاز غلط. أقدر أنزل ملفات من شبكة تمام الإنترنت برافو على يا أدهم. صح. يلا يا فاطمة. نعم يا مس. يلا جاوبي السؤال رقم 7. كل المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي موثوق فيها. غلط تمام يا خطأ. فاطمة. يلا يا هشام. يمكن إرسال البريد الإلكتروني بدون كتابة عنوان البريد الإلكتروني المرسل إليه. خطأ. صح برافو عليكي. يلا يا هدى. يا هدى اخترت رقم واحد. عند عمل. مش سامعاكي كويس يا هدى، الصوت عندك بيقطع. عند عمل نقط لشخص ما فإنه لا يستطيع التواصل معه. هدى أنا مش سامعاكي خالص. رقم بقى يا مس الحجاب. الحجم. تمام برافو عليكي. يلا يا سما. بيانات الشخصية. الشخص البيانات الشخصية. أيوة. صح يا سما برافو عليكي. يلا يا آدم. أيوة يا مس. يلا يا حبيبي. استخدم برنامج
هو ايمز ده؟ يستخدم برنامج نقط لإنشاء الرسوم البيانية، يبقى وورد ولا إكسل ولا بينت؟ اكسل. إكسل. برافو عليك. يلا يا أدهم. نعم، قولي. استخدم البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل بين الأصدقاء عبر شبكة الإنترنت. اه برافو عليك يا أدهم. يا أدهم. يلا يا فاطمة. نعم يا مس، يلا حبيبتي رقم 5. استخدم الكاميرا والميكروفون في محادثات الفيديو. محادثات الفيديو صح، برافو عليكي. محادثات الفيديو. يلا يا هشام. يعد من أكثر المصادر. لا، تستغنى عن الكاميرا والميكروفون لا في حبيبتي انت كنتي ماشية صح، هي فعلا يعد نقط من أكثر المصادر. بنك المعرفة المصري. صح، برافو عليكي، بنك المعرفة المصري. يلا يا هدى. هدى. قضاء ما هو قضاء الكثير من الوقت في استخدام استخدام التكنولوجيا يسبب نقط. إرهاق المعلومة. مش سامعاكي، ممكن تقولي تاني؟ بقول رقم ألف إرهاق المعلوم، لا ركزي، إرهاق اسمها العين. ارهاق العين. ماشي العين أصلا. تمام، صح، برافو عليكي. ماشي يا شباب، عندكم النهارده هوم ورك، هبعته على الجروب. اوكي أوكي. ماشي. مس، هو انا يا مس خدت النقطة بتاعة الواجب كده، يبقى عنده 24 ولا ما كانش 25؟ فيه بوينتس على الواجب النهارده.